شفارتك وحواجبك يطيحوا بزاف. تبعي معي اختي الكريمه. الحاجه الاولى اروح نعرفوا شنو هي اهم الاسباب اللي تخلينا الحواجب والرموش تاعنا يطيحوا. اول حاجه ستريس والقلق يقدر يتسبب لنا في هذا المشكل، وحتى القصور في الغده الدرقيه، يعني ليبوتيرويدي، الناس اللي عندهم مشاكل في الغده الدرقيه والنساء يقدر يكون عندهم تساقط في الرموش وفي الحاجب تاعهم. حاجه واحده اخرى نغفلوا عليها بزاف اللي هي الجفاف. انك ما تشربش بزاف الماء هذه الحاجه حتولي عندك تخلي عندك جفاف في البشره تاعك. الجفاف هذا حيدير لي عرقله لنمو بعض الخلايا اللي حتكون مسؤوله على افراز الزيوت الطبيعيه اللي دير لي ترطيب البصيلات الشعر وتخليها باش تنبت مليح. دونك اذا كان كاين جفاف حيكون كاين تساقط. نقص بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم تاعنا كيما الحديد كيما الزنك كيما فيتامين سي كيما الاوميغا 3 فيتامين دي وحتى الكومبلكس فيتامينيك بي. والمشكل الكبير راهو في مستحضرات التجميل، المكياج اللي نحطوه على الرموش تاعنا ونحطوه على الحاجب تاعنا، اي حاجه كيميائيه نديروها حتاثر على الجلد وعلى بصيله الشعر وتمنع النمو تاعها وتؤدي الى التساقط تاعها. النتف تاع الحواجب يؤدي الى فراغات بعد مده زمنيه. مام الرموش الصناعيه اللي يديروها البنات فوق الرموش الحقيقيه تاعهم كي نحوها حتى ولو ما طاحش الرمش الحقيقي مع الرمش الصناعي هذاك، بعد مده زمنيه شهر شهرين ثلاث شهور واش حيصرى؟ يبداو يولوا عندنا فراغات في الرموش تاعنا. دونك وشنو هو الحل؟ الحل الاول ليدغاتاسيون والترطيب تاع البشره تاعنا، لازم نستعملوا مرطبات ولا كريمات مرطبه خاصه بالمحيط تاع العين كونتور ديزيو. نشربوا الماء بزاف تاني ونستعملوا مكمل غذائي اللي يكونوا فيه المعادن والفيتامينات اللي قلتهم لكم قبيله، ماركيو في ورقه وقراوا المكمل الغذائي اللي تشريوه، استعملوه لمده لا تقل عن 15 ولا 20 يوم وحتشوفوا نتيجه باذن الله. في الفتره تاع العلاج هذه اذا عندك هذا المشكل ايفيتي مستحضرات التجميل والماكياج واي حاجه ديريها فوق عينيك ولا فوق حواجبك. اوكي هذه ملاحظه بزاف مهمه. استعملوا الزيوت الطبيعيه، زيت الخروع معروف مي بصح الفعاليه تاعو حتزيد اكثر واكثر كي نخلطوه مع زيت السمسم ومع زيت بدول الكتان. هذه الحاجه حتكون ما شاء الله. بصح نقول لكم ونعاود لكم الزيوت الطبيعيه ولا الزيوت الحره ماشي اللي تتباع ب 5000 ولا 10000، دونك ماشي هذوك هما، هذوك ماهمش زيوت حره، هذوك زايدين لهم اضافات، زايدين لهم زيوت حامله. دونك ايفيتيو هذوك الزيوت، شرو الزيوت الحره، زيت الخروع، زيت بدول الكتان وزيت السمسم، خلطوهم قطره على الرموش وعلى الحواجب كل يوم على العشيه وحتشوفوا ريزولطا ما شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله، فاتكم الفيديو.